Assalamu alaikum, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Heute bearbeiten wir Lektion 8, Schritt C. Ich hatte eine gute Idee und das finden wir auf Seite 42 im Kursbuch, Seite 100 und 101 im Arbeitsbuch. Wir haben eine wichtige Grammatikregel mit dem Namen das Präteritum auf Slide 2, Presentation 2, das Präteritum. Was bedeutet das Präteritum? Das Präteritum bedeutet الماضي. إذا كلم عن الماضي, في أفعال في الألماني بتكلم عن الماضي, مش بس البرفكت, لا, كل الأفعال بتكلم عن الماضي, ليها ماضي, بس أنا ما عنديش في المنهج بتاعي غير فيربين واتنين بس. اولا لازم اعرف ايه الكي ووردز اللي بتجيلي في الجمله عشان احط الزمن ده في الماضي او في البرفكت. هما واحد جستان وجستان فرير لاتست او فورد, الاثنين بمعنى لاست. هويت موجن ده يعتبر ماضي. ايميار ايار سابقه. مينوس هنا بدوتت يعني السنه فاتت. خلاص ده كله لو اتجت في الجمله يبقى ده ماضي على طول او بيرفكت. طيب الفيربين الوحيدين اللي انا بحطهم في الماضي في منهجي هو فيرب زاين يكون, الماضي بتاعه فاغن. انا حاطه لك البريتيراتوم وقبله البريزنس عشان نقارن. زاين في البريزنس المضارع, لكن فاغن الماضي بتاعه. في الماضي عندي معلومه مهمه جدا لما باجي اصرف الفيرب, ان تصريفه مع ايه واس وزي هو نفس تصريفه مع ايه, وتصريفه مع دو هو نفس تصريفه مع ايه, بس بضيف اس تي. اما فير وزي وزي بياخد الاي ان اللي هما الشتم بتاع الفيرب نفسه الانفينيتيف سوري, وير بتاخد التي بتاعتها. فايش هتبقى فا دو فاست اير اس زي فا فير زي زي فاغن اند اير فات. عندي كمان فيرب هاتن الماضي بتاع هابن كان بيملك. ايش هات دو هاتست اير اس زي هات فير زي زي هاتن اند اير هات. هنا لاحظنا ان ايه واس وزي زي ايش بالظبط, ودو زي ايش بس اخرها اس تي. طيب السلايد اللي بعده 3 هنشوف بايشبيل. اما اقول مثلا جسترن يبقى ده ماضي, يبقى يحط الجمله في البرفكت يبقى في الماضي اللي هم ايه الماضي فارن وهاتن بس. جسترن فارن فير ان كينو كنا في السينما. خلاص لتست فوخه هات ايه بروفنجن وخلاص خلصت. فريار هات ماين فاتر اينن مرسيدس. طب يتست لا ارهبت كاين المرسيدس, ما بقاش عنده مرسيدس. ارهبت سوري كاين المرسيدس. لتستن فرايتاج الجمعه اللي فاتت حط ايش باوخ شمرتسن. طب دلوقتي 9 ايش هبت كاين باوخ شمرتسن, ما عنديش اي مغص. فاز دو هويت مورجن, هويت مورجن النهارده الصبح, ده يعتبر ماضي خلاص. كنت النهارده عند شوله في المدرسه, النهارده الصبح كنت في المدرسه, ده ماضي. كده خدنا قاعده الماضي, امتى احط بيرفكت امتى احط بريتيراتوم. البريتيراتوم ما عنديش غير فيربين بس فارن وهاتن, والباقي كله لو لقيت جستن وفورجستن ولاتست وفريهر وكده احطه في البيرفكت. طيب اخر سلايد بنقول فريهر هات ايش ان فيلا امير. فريهر يبقى ماضي. ديز فيلا فار زيا شون, كانت زيا شون او فوندا شون. ان شاء الله بس نيكستن وانت غيشت نتقابل الحصه الجايه في اخر جزء من لكسيون 8. Tschüss.